عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمى ما يحميه الملك فيمنع الناس من الدخول فيه، فإن دخل عاقبه أشد العقوبة، فمن أراد السلامة من العقوبة فعليه ألا يرعى قريبا من الحمى، لأن بعد القرب دخول. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.